العالمية. السيطرة على انتشار الفيروس ينقذ حياة البشر الآن وينقذ الأرواح لاحقا من خلال تقليل فرص ظهور المزيد من السلالات، كما يساعد في ضمان بقاء فاعلية اللقاحات. جائحة كوفيد-19 تسببت بطلب غير مسبوق لبيانات الصحة غير المسبوقة في وقت سريع وبشكل معتمد، كلها ضرورية للحكومات ومزودي الرعاية الصحية لاتخاذ أفضل القرارات لترويج وحماية الصحة. الجائحة دفعت حتى بعض أكثر منظومات معلومات الصحة العالمية إلى أقصى حدودها، وتحاول أن تحافظ على تتبع كوفيد-19 وتمنحه أولوية فوق المسائل الصحية الأخرى. تعزيز منظومات الصحة العالمية جزء أهم من منظمة الصحة العالمية، وتسجيل بسرعة للتفشي وكذلك للعديد من تهديدات الصحة الأخرى. اليوم منظمة الصحة العالمية أطلقت التقرير العالمي فيما يخص بيانات منظمات الصحة العالمية، وتوفر لمحة عن وضع منظومات الصحة العالمية حول العالم. هذا هو التقرير الأول من نوعه، ويغطي 133 منظومة الصحة حول العالم وحوالي 87% من سكان العالم، ويقيم الدول وفقا للخصائص الخمسة للتقييم: الاستبيانات، الإحصاءات، التحسين، المراجعة والتمكين. التقرير يظهر بأنه عالميا 4 من كل 10 أشخاص غير مسجلين أو إصابات. هذا يبرز ضرورة تعزيز منظومات بيانات الصحة في كافة الدول حول العالم لدعم الاستجابة لكوفيد-19 والتقدم نحو تغطية صحية عالمية في أو ضمن أهداف التنمية المستدامة. هذا التقرير لا يحدد المشكلة فحسب، بل يوفر الحلول. حقبة التقييم فيها عدة أدوات بإمكان كافة الدول والشركاء استخدامها من أجل معالجة ثغرات البيانات. لا يمكن أن نحقق التقدم إلا إذا ما قمنا بقياس التقدم. نود أن نشكر كافة الدول التي ساهمت لهذا التقرير وشركائنا من ضمنهم بلومبرج فيلانثروبيز لدعمهم. تعزيز منظومات معلومات الصحة كان جزءا هاما من عملية التحول في منظمة الصحة العالمية خلال 3.5 أعوام. جانب هام آخر من هذه العملية كان مقاربة جديدة تجاه الشراكات. منظمة الصحة العالمية تدرك بأننا لا نستطيع أن نحقق أهدافنا الطموحة إلا من خلال العمل مع منظمات تصل إلى الجماهير التي لن نتمكن من الوصول إليها سابقا. في العام الماضي دخلنا مع شراكة جديدة مع فيفا للاستفادة من القوى الكبيرة لكرة القدم لترويج الصحة. فيفا كانت داعما قويا للجهود الدولية للاستجابة من كوفيد-19. في العام الماضي ساهمت فيفا ب10 مليارات دولارات لاستجابة صندوق التضامن لاستجابة كوفيد-19، وشنت عدة حملات للوعي حول كيفية البقاء آمنين من الفيروس ونكون نشيطين بدنيا ولإيقاف العنف ضد النساء. اليوم يشرفني أن ينضم إلينا 2 من أكبر أسماء عالم كرة القدم: جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صديق العزيز، ومايكل أوين واحدا من أشهر المهاجمين في 20 عاما الماضية، والذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية لعام 2001. جياني ومايكل انضم إلينا اليوم لدعم حملتنا لترويج إمكانية الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 والعلاج والددي التشخيص وكذلك مقاربة مكثفة للسيطرة على الجائحة. جياني شكرا لك ومرحبا بك مرة أخرى، ولك الكلمة. شكرا جزيلا صديق العزيز تيدروس،
شكر من القلب لاتاحتي هذه الفرصة لي لتواجد هنا في منظمة الصحة العالمية اليوم. أولا ونيابة عن فيفا ونيابة عن المجتمع الكروي العالمي، أود أن أعبر عن تعازينا لكافة ضحايا فيروس كورونا حول العالم، كما أعبر عن تعاطفي لكافة عائلاتي وأصدقائي هؤلاء الذين لقوا حتفهم نتيجة لهذا الوباء، وكذلك كل هؤلاء الذين يعانون أو عانوا خلال العام الماضي بسبب هذه الجائحة. الصحة بلا شك هي الأولوية القصوى للجميع ولكل حول العالم، ونحن نشعر في فيفا بأنه من الضروري جدا أن نعمل وأن نتصرف معا من أجل هزيمة كوفيد 19. فيفا يشرفها أن تدعم الجهود الدولية لحماية الأشخاص من فيروس كورونا ولإنهاء هذه الجائحة. المساواة وروحية الجماعة هي عاملان أساسيان في لعبتنا. جمالية كرة القدم تكمن بتوافرها للجميع، الفتيات والفتيان، الرجال والنساء من كافة أنحاء العالم. ونفس هذه القيم، المساواة وروحية الفريق، ضرورية جدا لتحدينا الكبير لهذا اليوم، وهو تجاوز جائحة كوفيد 19. إذا ما عملنا معا كفريق واحد بإمكاننا لعب دورنا في هذه المعركة ضد فيروس كورونا. وبهذا الشكل كرة القدم تناشد المجتمع الدولي من أجل العمل معا لضمان أن المساواة موجودة فيما يخص إمكانية الوصول إلى اللقاحات والعلاج وعدد التشخيص، وأن يكون هذا هو الحال في كافة أنحاء العالم، من أجل إيصال هذه الرسالة إلى جمهور عالمي عبر كرة القدم، وباستخدام كرة القدم كأداة قوية جدا من أجل فعل الخير. فيفا فخورة لاستخدام المنصات القادمة بطولة العالم للأندية التي ستبدأ بعد 3 أيام من الأيام، وكذلك تأثير فيفا عالميا لترويج أهمية إمكانية الوصول المتساوي للقاحات والعلاج وأجهزة التشخيص كجزء من مبادرة تسريع العمل. هذه المبادرة الرائعة، ونذكركم من يتابع مبارياتنا ومجتمع الكروي الدولي حول أهمية الالتزام بإجراءات الصحة العامة. كلنا نعرف بأن فيروس كورونا لا يميز بين الأشخاص، ونطالب الجميع بأن يلعبوا دورهم للتخلص من هذا التهديد الذي فرضه هذا الوباء على حياتنا، من خلال المحافظة على الخطوات الأساسية لمنع العدوى والبقاء آمنين من الفيروس، من ضمنها بالتأكيد التباعد الاجتماعي، ارتداء الأقنعة، ونظافة الأيدي. هنالك أساليب عديدة ضرورية من أجل الفوز بكرة القدم، وفي نفس الوقت علينا أن نأخذ مقاربة شاملة لهزيمة كوفيد 19، ويجب أن نقوم بذلك جميعا مرة واحدة ونفعل كل ما بوسعنا. وعلينا أن نتذكر بأن الأسلوب الوحيد الذي سنكون من خلاله جميعا آمنين إذا ضمننا بأن الجميع آمن. المساواة وتساوي وروحية الفريق والعدالة بإمكانها تحقيق ذلك. ويسرني أيضا أن أقول بأن فيفا بإمكانها الاعتماد على أسطورة كروية لبعث هذه الرسالة ونشرها بشكل أقوى من أي شخص آخر. مايكل أوين هنا معنا، وسيساعد بلا شك لتوسيع نطاق نشر هذه الرسالة مع الكثيرين من أساطير كرة القدم الآخرين. مايكل، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا للدكتور تدرس لإتاحة هذه الفرصة لنا وأعطانا الكلمة، وكلنا فريق واحد. بالفعل نحن فريق واحد. شكرا جزيلا جياني، وشكرا لشراكتكم المستمرة ودعمكم. والآن يسرني أن أقدم لكم مايكل أوين،
وسجل أكثر من 400 هدف للأندية ومنتخبه الوطني. مايكل، يشرفنا أن تكون معنا اليوم، لك الكلمة. شكرا جزيلا. كلنا نعرف بأن واجهنا تحديات خلال جائحة فيروس كورونا، وأود أن أشارك تعزي نيابة عن أساطير كرة القدم لكافة الضحايا الذين فقدوا حياتهم نتيجة لجائحة كوفيد-19. قلوبنا ومشاعرنا معهم ومع أصدقائهم في